يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حر ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله
عزيز ذو انتقام. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما عفى الله عما سلف فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم
صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ذلك لتعلموا أن
الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.